أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجنا القرآن والعلم والحياة سأتحدث إليكم عن جوانب إنسانية أه تخص أه عالم كبير من علماء الفيزياء اشتهر في العالم شهرة كبيرة خلال العشرين سنة أو الثلاثين سنة الماضية إنها شخصية ستيفن هوكينغ، ستيفن هوكينغ واحد من علماء الفيزياء الكبار هذا الرجل كانت له تجربة حياتية تتمثل بما اسميه العبقرية والتحدي، لأن هذا الرجل عانى من مرض عضال ومنذ وقت مبكر حتى أنه شل تماما عن الحركة وحتى كان لا يستطيع ان يأكل بيده وكان له خادم يخدمه وبعد ذلك شلت حركة فمه ولسانه فأصبح يتكلم كلاما غير مفهوم وكان خادمه أو مساعده يترجم لنا ما يقول. فبينما كنت جالسا في إحدى قاعات المؤتمر العالمي الثامن لفيزياء النسبية والجاذبية الذي عُقد في جامعة واترلو بكندا عام سبعة وقتها كنت طالب دكتوراه في جامعة مانشستر. أه ذهبت وشاركت انا واستاذي داوكر أه في ذلك المؤتمر بينما كنت جالسا في القاعه ومنتبها ومصغيا الى المتحدث أه شعرت بشيء ما يخبط بالكرسي اللي انا جالس عليه فالتفت فاذا هو عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ أه الكرسي اللي متحرك عليه كرسي كهربائي وكان ابسط كثير من الكرسي اللي تشوفوها الآن في, في البرامج التلفزيونية أو الفيديوهات كان كرسي بسيط جدا يظهر في الصورة أيضا وحين كنا جالسين على العشاء سألت البروفيسور هوكينغ سؤالا قلت له هل ترى يا بروفيسور هوكينغ أن وراء هذه المعادلات التي نخطها كل يوم على الالواح في هذا المؤتمر شيئا لا يمكن ان تصفه المعادلات، ولا يدخل في المعادلات الرياضيه. الحقيقه مال براسه يمنه ومال راسه يسره، ثم قال وبلسان ثقيل جدا، انا اؤمن إن كان من شيء فيجب أن يكون منطقيا حقيقة الكلام قاله خادمه يقول بروفيسور هوكينغ إن كان من شيء فلا بد أن يكون قابلا للاستيعاب المنطقي هكذا أجامني قلت ولكن يا بروفيسور هوكينغ من خلال تأملاتك الشخصية من خلال حدسك أنت كفيزيائي وكإنسان هل تعتقد أو ترى من وجود في هذا الكون غير المادة والطاقة وقوانين الفيزياء؟ هل توجد يوجد شيء آخر يمد هذا الكون بشيء يعني يحرك المادة ويحرك الطاقة ويحرك المعادلات؟ غارت عيناه هوكينج عن جد وبالفعل رأيت بريقا في عيني وسكت ثم قال لي أنا أبحث عن هذا أنا أبحث عن هذا في سؤالي الحقيقة أردته أن ألفت انتباهه الى مساحه معرفيه ربما لم يكن يتوقعها ولكن مساحة المعرفية في إطار التفكير العقلاني أيضاً، فقال أنا أبحث عن هذا، وبالفعل لمست رغبته الصادقة، لمست شعوره الإنساني، لمست تعطشه للكشف عن شيء في وراء المعادلات الرياضية. بعدها صار هوكينج نفسه يردد. من الذي يضع الوقود في المعادلات بالضبط الجملة التي كان يرددها تقول هو puts fire in the equations. المعادلات الرياضية معادلات جامدة قوانين الفيزياء تصوراتنا للطبيعة والوجود وللسيرورة للتحولات في الـ في الأشياء والحوادث هذه نخطها. وفق معادلات رياضيه نحن نبتدعها في الحقيقه من خلال الملاحظه والتجربه نكتشف ما يسمى بالقوانين، قوانين الفيزياء. لكن لاحظ قوانين الفيزياء ليست ثابته لانه ما وضعه نيوتن في قانون الجاذبيه جاء بعد 250 سنه تقريبا، جاء اينشتاين وغير هذا القانون. غير القانون مضمونا وشكلا يعني بالمفاهيم بالمفهوم الجاذبيه فبدلا ان تكون قوه متبادله بين الكتل اصبحت الجاذبيه تحدب في الزمكان مفهوم ربما صعب تحدب في الزمكان وبدلا ان تكون الرياضيات المستخدمه فيها هي رياضيات التفاضل والتكامل والمتجهات على وجه التحديد أصبحت رياضيات التنسر أو الكميات الممتدة وهي رياضيات عالية جداً. كذلك الجاذبية عند نيوتن مركبة واحدة. عند أينشتاين عشر عشر مركبات الجاذبية، عشر صياغات أو معادلات كل منها لها معانيها ولد هذا الرجل ستيفن هاوكينج في الثامن من كانون الثاني عام 1942 بعد 300 سنة بالضبط باليوم على وفاة الفيزيائي الرائد غاليليو غاليلي وكان أبوه باحثا في البيولوجيا وكانت له أختان اصغر منه واخ بالتبني هكذا تقول سيرته الذاتيه كان طموح هاوكينج ان يدرس الرياضيات فقد تاثر ايضا هذا موجود بسيرته الذاتيه تاثر بمعلمه التركي الاصل ديكران لكنه حصل على منحه لدراسه الفيزياء في جامعه اوكسفورد وهكذا انخرط في هذه الدراسه وحصل على البكالوريوس في الفيزياء عام 1962 بعد تخرجه من اكسفورد باشر دراسته العليا حصول على الدكتوراه من جامعه كامبريدج ومع بدايه دراسته ظهرت عليه اعراض مرض معقد مرض غير قابل للعلاج يتسبب في وقف النشاط الحركي الارادي للانسان وبالتالي يؤدي إلى ضمور العضلات والوفاة خلال مدة أقصاها في أقصى الحالات عشر سنوات. هاوكينج لما ذهب للمعالجة قال له الأطباء ربما ربما تعيش سنتين لأنه كان عنده المرض يتقدم وبسرعة فخمنوا إنه ربما يعيش مدة لا تزيد على سنتين. لكن هوكينغ بعد ذلك التقى بزميله له أه وتزوج منها هذه الزميله الحقيقه يبدو شحنته شحنا بالاراده والتحدي وال فهو وهو بالحقيقه كان قد ترك الدراسه يعني توقف قال اذا انا بدي اعيش سنتين على ويش يعني امتعب حالي بالدراسه وبعدين هو ضجر يبدو هذه الزميله تزوج منها وانجبت له طفلين وكان لتشجيعها القوي له اثر كبير في حياته وفي عودته للدراسه فعمل تحت اشراف استاذ الفيزياء السوري الاصل البروفيسور دينيس شاما ودينيس شاما انا سالته لما كان معانا بالمؤتمر نفسه فقلت يقولون أنك عراقي الأصل قال لا أنا سوري الأصل يعني آباء وأجداده من سوريا بالأصل هاجروا إلى بريطانيا منذ زمن وعاشوا هناك دني الشامة من علماء الكونيات البارزين حقيقة حياة ستيفن هاوكينج التي كان متوقعا لها أن تكون قصيرة صارت طويلة ومرضه الذي كان وبالا عليه أصبح امتيازا له هذا هو هذا هو التحدي الذي يفجر العبقرية هذا الرجل لم يمت بعد سنتين كما توقع الأطباء ولا بعد عشر سنوات اللي هي المدة القصوى للمصابين بمرض هذا ال. ALS يسموه ولم يتوقف نشاطه الذهني بل تصاعد فعمل أعمالا في الفيزياء والرياضيات لم يتمكن منها إلا فطاحل العلماء فنال بها عشرات الجوائز العلمية كان ستيفن هوكينج قد نشر كتابا بعنوان تاريخ موجز للزمن عام 88 وفيه أو ضمنه جانبا كثير يعني من أفكاره هذا الكتاب هو في الحقيقة لعامة الناس هو, ليست هو ليس الكتاب يعني للمختصين بالضرورة هو نشره للثقافة العامة ولذلك لا يحتوي على أي معادلات رياضية ولا اشتقاقات وكثير من الأمثلة التي يريدها هوكينغ في هذا الكتاب تقريبية تعبر عن آراء الفلسفية أحيانا ومنها رفضه لفكرة وجود خالق لهذا الكون حيث أنه حاول أن يقدم صورة أن كل شيء في الكون يمشي وفق المعادلات الرياضية ووفق الاشتراطات الفيزيائية لاقى الكتاب كما هو معروف رواجا كبيرا وطبع عنه منه ما يزيد على عشرين مليون نسخة وترجم إلى لغات كثيرة منها اللغة العربية يعني أول من ترجم الكتاب دار المأمون في بغداد دار الشؤون الثقافيه في بغداد ترجم هذا الكتاب على ما اذكر في يعني مع الاشهر الاولى من صدوره. اتجاهات هوكينغ ستيفن هوكينغ العلميه واهتماماته العلميه تتوزع على ثلاث مواضيع رئيسيه، ثلاث مواضيع رئيسيه. الموضوع الاول هو نظريه النسبيه العامه. والموضوع الثاني هو الثقوب السود كما هو معروف ومشهور جدا عن هذا الموضوع والموضوع الثالث هو اصل الكون ونشأته ومستقبله فيما يتعلق بالنسبيه العامه ساهم هوكينج بالتعاون مع الرياضيات العملاق روجر بنروز في الاجابه عن التساؤل بشان الاصل النقطوي للكون فقد اثبت من خلال مبرهنات نسميها ثيرمز رياضية أن الفردنة يعني النقطة الصفرية أو البداية الصفرية للكون أسميها الفردنة singularity inevitable يعني لا يمكن تحاشيها في نظرية النسبية العامة والنسبية العامة لوحدها شوف بعض الناس أحياناً يقرؤون هذا الكلام ويعتبرون أن الفردنة حقيقة وضرورة فيزيائية هي ليست ضرورة فيزيائية هي ضرورة رياضية هي ليست ضرورة فيزيائية أبدا لأنه الكوانتم ميكانيكس ميكانيك الكوانتم علم الكوانتم يرفض وجود الفردنة أصلا وهنالك أبحاث أجريت كثيرة من ضمنها الأبحاث اللي سويتها بالدكتوراه أنا شخصيا في خلق الكون بينت انه بالامكان تجاوز الفردنه بما يسمى التاثيرات الكموميه Quantum Effects. طبعا يعني هو من وجهه نظر علميه عمل عظيم ما قدموه هاوكينج وبنروز ولكن من وجهه نظر فيزيائيه كما قلت الفردنه قابله للتجاوز وهي ليست يعني حتميه في نشاه الكون ونحن نؤمن بان الكون نشا ليس من الفردنه التي يتحدثون عنها هو نشا في حيز ضيق وبكثافه عاليه نعم لكنه بعد ذلك تمدد واتسع بعد ذلك توجه هوكينج نحو الثقوب السود وهي أجرام الثقوب السود أجرام تنتج أو تنتج عند موت النجوم يعني النجم بعد ما ينفذ وقوده النووي وقوده الهيدروجيني وتتوقف التفاعلات النووية والاندماجات النووية داخلي يعني يصبح الضغط الداخلي غير قادر على اسناد النجم، لانه دائما في عنده قوه جاذبيه بين اجزاء النجم تحاول ان تكبس النجم. اللي يوقفها هو الضغط الداخلي العصف النووي يوقف هذه الـ الـ هذا الانهيار. لكن عندما يقف العصف النووي تتوقف التفاعلات النوويه فلا بد للنجم ان ينكمش. إذا كانت كتلة النجم أكثر من ثلاثة ونصف كتلة شمسية فإن لا شيء من القوة يستطيع إيقافه عن الانهيار. من يكون أقل من من ثلاثة ونصف ممكن أن يوقفه الضغط النيوتروني يعني تزاحم النيوترونات مع بعضها يعني لأن الجسم لب النجم يتحول إلى نيوترونات تقريبا كل لب النجم الكور يتحول إلى نيوترونات ففي إشي اسمه الضغط النيوتروني او النيوترون ديجينيرسي تولد ضغط يسند النجم من المزيد من الانهيار واذا كان النجم بكتله واحد واربعة بالعشرة او يعني واحد ونص تقريبا من كتلة شمسنا او اقل او اقل مثل ما هي شمسنا طبعا فبعملية الانهيار تتحول الى قزم ابيض والقزم الابيض يسنده الضغط النيو الالكتروني مش النيوتروني او الفوتون ديجنيرسي يعني قوة كهرومغناطيسية وليس قوة نووية تسنده فيبقى على حاله جسم صغير ها قد مثلا مثلا شمسنا تتحول إلى قزم أبيض أصغر من الأرض أصغر من من الأرض أه نعم أه كما قلت فوق الثلاثة ونص أه كتلة شمسية إذا كانت كتلة النجم أكبر من ثلاثة ونصف كتلة شمسية لا توجد قوة لا إلكترونية ولا ولا فوتون ولا نووية تستطيع أن توقف النجم من مزيد من الانهيار في عام 75 اقترح هوكينغ بعد تأملات وحسابات طبعا هو يعمل الحسابات الرياضية المعقدة بذهنه يعني في واحد يكتب له وحتى ما يقدر يمسك القلم في حدا يكتب له يعني ما كان يقدر حتى يمسك القلم اقترح هوكينج انه الثقب الاسود اللي يصير يبتلع الجاذبيه هائله فيبتلع كل ما حواليه بما في ذلك ينشا حول الثقب الاسود ما يسمى بافق الحدث اي شيء يدخل افق الحدث ما عاد يرجع نهائيا لانه الجاذبيه شديده، حتى الضوء لا يستطيع الهروب من افق الحدث، من منطقه افق الحدث، ولذلك يسمى ثقب اسود، لانه اشبه ولا مؤاخذه بالبالوعه تبتلع كل شيء، يعني ما في ما في رجعه. فاقترح هوكينج انه بعد ما يبتلع الثقب الاسود وياكل كل اللي حواليه، يصبح حواليه فراغ او شبه خلاء يعني. عدم شبه عدم يعني فهذا العدم وفق نظرية الكوانتم يتألف من جسيمات مزاج مجازية virtual states أو virtual particles ممكن أن ينقسم وتتولد جسيمات ذات طاقة سالبة وذات طاقة موجبة مجموعها صفر طاقة العدم صفر نعم بس هي الصفر تقدر تتخيل واحد زائد ناقص واحد يعني اصبح صفر فالناقص واحد يصير جسيم ذو طاقه سالبه والزائد واحد يصير ذو طاقه موجبه بسبب حسابات حركيه وديناميكيه يهرب الجسم الموجب ذو الطاقه الموجبه الينا يعني خارج الثقب الاسود والجسم السالب يقع الثقب الاسود ذات الطاقة السالبة فيهمش فيه جزء من الطاقة الثقب الأسود ولذلك تدريجيا الثقب الأسود في هذه الحالة يتصاغر وتقل كتلته فيما تذهب الجسيمات الموجبة ذات الطاقة الموجبة إلينا لو عدنا مرصد يرصدها على رأي هوكينج هذه الاشعاعات التي سميت بعد ذلك اشعاعات هوكينغ ممكن ان نرصدها الكلام سنه 75 واذكر جيدا ان دينيس شاما نفسه جاء الينا في جامعه مانشستر والقى محاضره عن هذا البحث الابتكاري الكبير الذي نشره ستيفن هوكينغ هو جاء بديلا يعني عن هوكينغ والقى البحث لان كان كلش معجب بهذه الفكرة بس بالمناسبة من عام 75 لحد الآن يعني خمسة 45 سنة لم تكتشف إشعاعات هوكينج لم تكتشف إشعاعات يعني بعضهم يقول لأنها ضعيفة جدا جدا بعضهم يقول لأنه الإشعاعات الرئيسية يعني طلعت من الثقوب السود الصغيرة كانت وتبخرت الثقوب السود الصغيرة ولم يعد مايكروسكوبيك بلاك هولز خبخر سريع بالحقيقة أنا عندي بحث شخصيا نشرته في مجلة الهادرونيك جورنال الأمريكية قلت فيه بأن إشعاعات هوكينج ربما ربما لن تكتشف أبدا وذلك لأن البلاك هول يعود فيبتلعها مرة ثانية يعني هي تتولد يعني شغل هوكينج صحيح دون شك لكن هل تفلت من جاذبية الثقب الأسود أم لا أرى أنها لن تفلت وفقا لمعادلات نظرية النسبية العامة هاوكينج بالمناسبة أيضا في الثمانينيات اشترك مع واحد اسمه وليام هارتل في بحث حاولوا بأن يقولون ان الكون ليس له بداية يعني هو البحث أنتج لهم فكرة أن الكون ليس له بداية لأنه الكون موجود في زمن خيالي لا نهائي قبل خلقه قبل وجود الكون فيزيائيا يقول هوكينغ وهارتل كان الكون موجودا في زمن خيالي وخيالي ليس تخيلي خيالي كمية خيالية يعني مضروبة بجذر ناقص واحد هذه الكميات معروف بالفيزياء أنها كميات غير قابلة للقياس الزمن الخيالي الخيالي غير قابل للقياس بمعنى الزمن اللي يحكي عنه هوكينج والكون موجود في الزمن الخيالي يعني مش موجود بالحقيقه <applause> ما موجود فلذلك فكره انه الكون ليس له بدايه غير صحيحه الكون له بدايه في الزمن الحقيقي ونحن نتعامل مع الكون في الزمن الحقيقي وليس الزمن الخيالي طبعا فكره ان الكون ليس له بدايه مرض هوكينغ الشخصي معاناته القاسيه التي عاناها طلاقه من زوجته بالمناسبه يعني هوكينغ صحيح تزوج وجاء يعني رزق بطفلين وكان ربما في بدايه حياته الزوجيه سعيدا زوجته ساعدته في كثير من الامور لكن بعد ذلك يبدو لي انه صار اشكاليات حياتيه بينه وبين زوجته وانفصل عنها ما اعرف هون اريد اثير مساله وهي ان هوكينج كما يقول لنا الفيلم اللي عنوانه ذا ثيوري اوف Everything اللي مثل مثلوه عن حياه هوكينج ويبدو لي كان دقيق الفيلم لانه اخذ رخصه به من من هوكينغ ومن عائلته دخل عليهم رجل من الكنيسة شاب شماس أو كاهن يعني راد أن يساعدهم بالبيت وهذه ما أعرف كيف أنه صارت العلاقة بين زوجة هوكينغ وهذا الكاهن الكنسي واللي هو جاي يعمل في سبيل الله يعني يخدمهم من غير اجر والى اخره وصارت علاقه وتزوج الكاهن بزوجه هوكينغ فما ادري يعني انا بالفيلم تاثرت كثير الحقيقه لما بكى هوكين عندما طلق زوجته سالت الدمعة من عينه انا اشعر انه هذه اللحظه انعكست على موقفه من الدين هذا اجتهاد الشخصي انعكست على موقفي من الدين لانه بعد زاد الحاده وكان بالاول يوم شفته بال 77 كان قريبا من الايمان والحقيقه انا كنت متامل انه يؤمن باله وخالق في نهايه حياتي ولكن يعني تاملاتي طلعت مش صحيحه يعني واعتقد ان يعني واحد من الاسباب اجتماعيه ونفسيه وظهر إلحاده بقوه في كتابه الذي صدر بعنوان The Grand Design في عام 2010 في عام 2010 صدر هذا الكتاب اللي أحدث ضجة التصميم العظيم والذي قال فيه هوكينغ أنه لا يوجد خالق ولا يحتاج مش لا يوجد خالق بالضبط خلينا نكون دقيقين الكون لا يحتاج إلى خالق الكون ممكن أن يخلق نفسه من العدم إذا وجدت الجاذبية وأنا دائما أعارض هذا القول بقول آخر أنه إذا كان العدم هو اللاشيء وإذا كان اللاشيء على فرض يعني موجود الكوانتم كوانتم ميكانيكس يعلمنا أن ممكن أن يخلق من العدم شيء ممكن إنما بإيش بإيش يخلق يخلق بوجود قوة هائلة قوة جاذبية جرافيتي قوية هاي القوة إذا وجد مجال جاذبي شديد عندئذ ممكن أن يتحول العدم المجال الجاذبي الشديد نعبر عنه بتحدب شديد للزمكان السؤال إذا كان العدم هو اللاشيء واللاشيء ربما ربما لا يحتاج إلى خالق مع, مع أن يختلف مع بهذا لكن كيف وجدت الجاذبية ومن الذي خلق ذلك التحدب الهائل في الزمكان أنا راسلت لورنس كراوس معترضا على محاضرته حول شيء من لا شيء وقلت له منين جايب هالأفكار هذه لورنس كراوز منين جبت هاي الأفكار قال من فيلينكين ألكسندر فيلينكين هو أحد الناس الفيزيائيين اللي من جيلنا طبعا وهذا الرجل في ثمانينيات اشتغل بمثل هذه المواضيع ولكن لا يوجد عليها دليل صارم نسميه ريجرس بروف ان ان الجاذبيه ممكن يصير بها فلكتويشنز مفاجئه من دون سبب ما بصير يعني اصلا احنا علمنا لحد الان غير كامل فلا ينبغي لنا ان نقفز هذه القفزات اخيرا اقول تراث هوكينج الحقيقه تعرض في فتره قريبه يعني حتى قبل وفاته هو الحقيقه الرجل توفي في 14 اذار من السنه الماضيه 2018 وفي هذا اليوم هو ذكرى ولاده اينشتاين البرت اينشتاين تعرض تراث هوكينغ للنقد سواء في الجانب العلمي او في الجانب الفلسفي واكثر النقد في الجانب الفلسفي بعض العلماء يرون ان هوكينغ هو ليس اكبر عالم في الفيزياء يعني هذا الشائع عنه مش صحيح اكو ناس اعلم منه بكثير في مواضيعهم طبعا ولكن هوكينج اشتهر شهره عظيمه أيضا لأسباب أخرى ومنها مرضه وبالفعل يعني الشخص بهذه الحالة وبهذا الحجز البدني يعني يستطيع إنجاز كل هذه الأعمال العظيمة هو أنجز على أعمال جليلة في, في الفيزياء دون شك ولكنه كان يأمل الحصول ربما كان يأمل الحصول على جائزة نوبل ولكنه لم يحصل عليها لستيفن هوكينج أعمال إنسانية عظيمة فقد ساند فلسطين والفلسطينيين في جهادهم وفي آخر مؤتمر علمي عقد في إسرائيل كتب رسالة يعتذر مش يعتذر في الحقيقة يقول لن أحضر هذا المؤتمر بسبب الممارسات الصهيونية في الأرض المحتلة هذا الرجل زار جامعة النجاح هذا الرجل أعطى من ماله هو كان فقير بالمناسبة بس صارت عنده أموال بعد ذلك كثيرة أعطى من أمواله لبعثات ولدور أيتام ويعني شجع كثير من الناس هذه مواقف إنسانية لا تنسى لا يمكن أن تنسى نسأل الله له المغفرة نسأل له الله أن يغفر له كان أملي أن يؤمن ولكن للأسف لم يتحقق هذا. أخيرا أعرض الفيديو في كيفية استقبال الناس له في مؤتمر علمي كبير عقد 2004 في إيرلندا. أرجو أن أكون قد أفدتكم بهذه المعلومات وأستودعكم الله. So